السلام عليكم، شلونكم شباب؟ راح نكمل المحاضرة مال سمول انتستين. راح نحكي بقانا الدودن، وحكينا عليه بقانا الججلوم والإيجل بشكل مختصر وسريع. السمول انتستين شلون راح نعرفها؟ هي موجودة سنترال، مبين شكلها طويلة سموث، ما بيها هستوريشن أو سيجمنتيشن، لاي سنترالي وبيها بعض يعني تخصيصات. المهم بيها تو بارت، بيها الججنم وبيها الاليا. تذكرون هنا أنا اخر شيء هذا هنا الججنم اتصل بالججنم، عند هذا المكان بدا الججنم وظلت تفتر مثل ما نقول بالبطين، اتصلت هنا مكان الاتصال هذا بوستيريور. نشوفه شباب، هاي بوستيريور دي، هذا الججنم بدايه الججنم متصل، تبدي تنزل علي الميزنتري يغطيه الى ان توصل لحد وين؟ لحد الاليوم. هنا هاي نهايه الاليوم، هاي الفتحه مال الاليوم. طبعا هذا شنو؟ هذا الخط الاصفر هذا يسموه روت اوف ميزنتري، اللي هو يتصل بال شو اسمه بالبوستيريور ابدومينال وول حتى يثبت الميزنتري، هو اللاف اللوبس مال الانتستين. يحتوي على شنو؟ يحتوي على بلد فيزل ولمفاتيك وفات ونيرفز اللي على مود توصل لكل الانتستين. فهاي بوستيريور للصوره وهذه انتيريور. هو شلون شو اسمه الججنم عباره عن هذا البروكسيمال اللي هو 2/5، والاليوم هذا الاليوم اللي هو 3/5. طبعا اذا اشير لكم هنا هاي الججنم، اذا اشير لكم هنا هذا اليوم، يعني الاشارات ترى بعيده، ججنم هنا هنا اليوم، ما يأشرون هنا مثلا النقطه بالوسط ما معروفه، لانه هو الديسكريميشن او التعرف بيناتهم هيستولوجيكالي ما تقدر تشوفه. شوفوا مكان الاتصال مال الديودينم عرفنا، هذا مال الديودينم والججنم هنا هذا وياه، هذه الصوره مالته بالديودينم وهنا يقعد. اما الاليوم، الاليوم اخر شيء راح يقعد يتصل هنا، يتصل وين؟ بالسيكم. والسنه اعرف لما نحكي باللارج انتستين، هذه الجزء شوفوا هذا الديوادينم منه، وبعدين هذا الدي جي، يعني اذا نحكي هسه نمتحنكم هنا، هذا شو اسمه؟ هذا الفيرست بارت اوف ذا ديجنم، هذا السكند بارت اوف ذا ديجنم. اذا صارت تأشيرة هنا شو تقولون؟ تقولون هاي الميجر ديجنال بابيلا اللي تفتح بيها هيباتو بنكرياتيك داكت. هنا زين شنو؟ الماينر ديجنال بابيلا اللي تفتح بيها الاكسسوري بنكرياتيك داك. هذا شنو؟ هذا الثيرد بارت اوف ذا ديجنم، هذا الفورث بارت اوف ذا ديجنم، هذا شنو؟ هذا الدي جي ديجنال ديجنال جانكشن. بعدين تجي هنا السمول انتستينيه اللي مطلعيها، تجي ججنم واخر شيء اليوم وتتصل هنا. هاي المنطقه نسميها تيرمينال اليوم، الاليوم النهائي اللي راح يتصل وين؟ راح يدخل بالسيكم، راح يدخل بالسيكم فيكون لي الاليوسيكال فالف هذا ويا هنا. التفريقات والجسم ما يعني ما لنا علاقه بها، بس الارتيريال سبلاي مين راح يجي؟ كل ال شو اسمه السمول انتستين تتغذى عن طريق منو؟ عن طريق السوبيريو ميزنتريك ارتري. هذا السوبيريو ميزنتريك ارتري راح يبين برانشز، اكو برانش على الرايت وبرانشات على الليفت. عندنا من البرانشات اكو برانشز شو اسمهن؟ اسمهن جيجنال اند ايليال، مو صحيح؟ جيجنال اند ايليال برانشز. هو السوبيريور ميزنتريك ارتري اللي حيروح يغذي لنا السمول انتستين جيجنال والاليال وجزء نص من الدودينام اللي هو جوه السكند بارت جوه الامبوله اوف جو الميجر ديجنال بابيلا، يغذيه منه سوبيريور ميزنتريك اللي هو هذا وياه، يعني يتاشر هنا سوبيريور ميزنتريك. هذين البرانشز مالته هسه بعدين نحكيهم لما راح نحكي عن الارتيريال سبلاي كلهم. الفينز، الفينز هي اكومباني او كومبايند باي كومبايند ذا ارتري، تمشي ويا الارتري ويروح وين؟ يصبون بالسوبيريور ميزنتريك فين اللي هو هذا وياه.
هذا السوبيريور ميزنتريك فين اللي يجمع ده تشوفون ده يجمعهم كلهم حتى يروح يتحد وين بعدين يصب البورتال فين. بالنسبة للجيجينوم بالجيجينوم والإيليوم هذا المعلومات اللي عندنا حاليا وموجودة مبينة، يعني إذا أشير لكم هنا قولوا جيجينوم، إذا أشير لكم هنا إيليوم، هذا الروت أوف ميزنتري وهذه. مع السلامة.